بيئة العمل مهمة جدا، وإذا توفرت فيها بعض المقومات ممكن أنها تكون سبب في نجاح الموظف أو حتى عدم نجاحه. وعشان كذا ودي أنه إحنا نتكلم عن هذا الموضوع، لكن قبل ما نتناقش أنا وزميلاتي خلونا نشوف مبارك وش سأل الناس ونرجع. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. سؤالنا في قول رأيك اليوم: ما هي المقومات اللازمة توفيرها من بيئة العمل لنجاح أي موظف؟ خلونا بعض نشوف اليوم أبرز الإجابات. سؤال جميل، وكل إنسان يتمنى هذا السؤال عشان يعطي اللي عنده. بالنسبة لأهم النقاط اللي مفترض أنها توفر لبيئة العمل، أنا أشوف أول شيء الراتب. متى ما كان الراتب يعني يسد احتياج الموظف هذا شيء أساسي. النقطة الثانية السكن. النقطة الثالثة من ضمنها بدل التدريس، لأن الآن في الوقت الحاضر تدريس الأبناء من المقومات الرئيسية عند الأب وإذا كان موظف طبعاً. نعم، وإذا كان موظف. النقطة الرابعة بالنسبة لنا يعني اللي حنا نفكر مع تغيرات الأمور، ذكرنا السكن. إيه؟ ذكرنا السكن والراتب وتدريس الأبناء. وش بخاطر سكن وراتب تدريس الأبناء؟ أنا أشوف بيئة العمل الداخلية. متى ما كانت المكان اللي أنت بتكون تداوم فيه، إذا هو مكاتب منظمة، يعني أوقات عمل، هذا مهمة خاصة عندنا الآن في العاصمة الرياض، يختلف عن باقي الأماكن. يعني جميع الموظفين تراهم مدارس، حكومة، شركات، يطلعون في وقت واحد، فاختلاف الأوقات أنا أشوف أنها ممتازة. أو إذا كان فيها الآن يسمونها العمل المرن أو العمل الحر، متى ما داومت أنا أطلب منك 7 ساعات 8 ساعات خلص ليها. نجاح الموظف لازم يكون عنده قيادة، حس قيادة، مهارات معينة لازم يتحلى فيها، مهارات كالعمل على المهارات الكمبيوتر وغير الكمبيوتر، لازم يكون عنده الأشياء هذه عشان ينجح. نعم، بيئة العمل لازم تكون متكاتف، لازم تكون يد واحدة، ما تكون نظام حزام. يعني القديمين لهم الفضل والجدد لا، ما لهم فضل. إنهم موظفين عاديين. إيه، إنهم موظفين عاديين. والشيء الثاني ما يكون المدير شايف نفسه إني أنا مدير أتنمر على اللي تحتي، سكرتي ولا شيء ولا ذا. لا، يعني بيئة العمل خلها واحد، يعني إن كان مدير ولا كان سكرتي. هم كلهم بالأخير خطتهم واحدة اللي هي نجاح المنظمة. إيه الله الله، هذا واحد. اثنين، في الوقت الحالي كثير أنا خشيت يعني شركات كثير أحزاب، كثير مرة كثير، هي اللي كرهتنا في العمل، هي اللي كرهتنا في الدوام. الدوام أوكي مريح، بس إن نظام الأحزاب هذا هو المشكلة في الموظفين. المشكلة داخليا. أول شيء أسلم عليك وعلى السادة المشاهدين. المقومات اللازمة لنجاح أي موظف هي أولاً عدم الضغط على الموظف، وعدم استلام الموظف شغل غير شغله، وأنه يكون متكيف بالعمل ومقدمة له صلاحياته كاملة، وكذلك أنه عدد ساعات العمل ألا تتعدى المتفق عليه. هنا أمور تصير موظف أموره تمام. نعم، موظف يكون إذا تبغى منه عطاء أكثر لازم يكون الموظف مرتاح. جميل جدا، يعطيك العافية مبارك على هذا السؤال واللي فعلا يعني ينطرح. فأنتوا إيش رأيكم في أنه بيئة العمل، أو إيش المقومات اللي إذا تواجدت في بيئة العمل يخلي الموظف ينتج ويعطي أكثر؟ كثير. زي شوفي، أنا بالنسبة لي من أكثر الأشياء اللي أحس أن هي محفزة للموظف موضوع التقييم الذاتي.
التقييم الذاتي يساعد الموظف أنه يطلع أحسن ما فيه أفضل بكثير مما أنه مديره هو اللي يقيمه، لأنه إحنا كبشر أحيانا يعني يكون في شيء في النفوس في بعض الأحيان. لما الواحد يحط مثلا يعرف أنه مديره يعطيه بعض الأهداف وبعض المهام ويقيم عليها، وهو اللي يقيم نفسه إذا كان مثلا أدى المطلوب ولا كان إكسيدت ولا غيرها، ومن بعد يكون في حوافز تخلي الإنسان يعطي أكثر ويطلع أحسن ما عنده. أكيد جيبوا ورقة وقلم واكتبوا معي. يلا. الاحترام أن يكون الأشخاص كلهم محترمين بعض، البيئة نظيفة تكون عشان أنا أقدر أعطي، يكون مثلا المدير لما أنا أسوي أي شيء يكون في ثناء، لأنه هو لما يشكرني أنا راح أنبسط أني أنجز أكثر وأكثر وأكثر. لا تقول أنه مهم وهذه من مهامها لازم تسويها، لا، أنا أدري أنها مهامي وهي موجودة بالوصف الوظيفي، ولكن أنا أحتاج منك كلمة تقديرية تخليني أنا أتحفز أني أنا كل يوم أنجز أكثر وأكثر. وبعد الفلوس أكيد مهمة مرة، زيادات من أهم الأشياء اللي مثلا الموظف يعني يحتاجها عشان هو يعطي أكثر. لا نكذب على نفسنا ونقول لا مو مهمة، لا، إحنا اليوم في زمن نحتاج المبلغ المادي، ونحتاج مثلا إذا أنا عملت أوفر تايم أحتاج أخذ عليه مبلغ، إذا عملت أشياء مثلا زيادة على اللي أنا قاعد أسويها أحتاج أثناء وأحتاج حتى مبلغ مادي. برافو عليك، صح، أنا أتفق، يعني ما في كلام ينقال بعد كلامكم، لكن في نقطة يمكن ما تطرقتوا لها اللي هو الناس اللي نشغل معهم، زملائي زميلاتي، كيف احنا، هل احنا على قلب واحد، هل احنا نحترم بعض، هل احنا نقدر بعض، اذا لا قدر الله احد احتاج شيء احنا كلنا زي الاخوان معاه وزي الخوات، اذا احد يحتاج، مو انا ما اتكلم على الدعم المادي، لا والله لا يحد احد على احد، بس انا اتكلم على الدعم المعنوي، يعني لو احد فينا مثلا يمر في ظروف صعبه او عنده ظرف معين، اذا انت وانت ما وقفتي مع زميلتك ولا زميلك بحدود العمل طبعا وبالطريقه اللائقه بالشيء اللي انت تقدرين عليه لو بكلمه طيبه، دي انت بأدمية يعني الصراحة، يعني انا اذا فلان تغيب ولا فلان صار عنده ظرف حتى لو اني ما اعرفه مباشرة أسأل عنه، لو سوى شيء كويس او انه جاه شيء في حياته انجاز او شيء معين ببارك له، بكون معه، يعني انا احس هذا الشيء اللي يخليني، لاني انا ليش واضح اني متعقدة من الموضوع، لانه انا في يوم من الايام كنت في بيئة عمل توكسيك، أيوة. كانت سامة يا رؤى وندى ومشاهدينا بشكل مو طبيعي، مديري كان ممتاز والطريقة العمل ممتازة، ولكن الزميلات أو الزملاء ما كانوا، يعني كان في المنافسة الغير شريفة وكان في الطاقة اللي أبغى أطلع أبغى أروح بيتنا. فأنا أشوف عشان أنت تكون مرتاح فخلك حليل مع زملائك وزميلاتك عشان هم بعد يكونون حليلين معك. أكيد شوفي سبحان الله، يعني بيئة العمل هي تحتاج عناصر مختلفة حتى أنه الواحد يعطي فيها، وأنا كمان أحس أنه من أهم الأمور اللي تخليني في بيئة عمل ناجحة هو شعوري وانتمائي لهذه المؤسسة أو لهذه الشركة، وأعرف أنه هذه الشركة قاعدة تستثمر فيه، صح. يعني مش أنه عندي فترة تعاقدية معينة وتنتهي وبعدين كل واحد يروح في حال سبيله. عموما أكيد مكملين معاكم باقي فقراتنا لكن بعد الفاصل.